ثبت العمل قوة لا تنتهي جبهة لا تنحني نحن جند الاتحاد. اليوم بمدينة القنيطرة يخلد الاتحاد الإقليمي ذكرى 62 لتأسيس الاتحاد المغربي للشغل، فإلى حدود اليوم أبى الاتحاد الإقليمي إلا أن يخلد هذه الذكرى في يعني من خلال ندوة حول موضوع التقاعد، أنظمة التقاعد بالمغرب. الحركة النقابية وبفكره ودفاعا عن مصالح الطبقة العاملة إلى وكالة، وأخيرها الصراع الذي عشناه في هذه الخمس سنوات الأخيرة مع الحكومة السالفة والتي اعتبرت عليه السنوات أنها سنوات عجاب. لم تنل الطبقة العاملة من هذه الحكومة إلا مزيدا من التظلمات ومزيدا من الهجوم على مكتسباتها المكتسبات الاجتماعية، سواء من خلال الرجوع على صندوق المقاصة أو مكتسبات الصندوق المغربي للتقاعد. القوة ديال المنظمة ديالكم اللي من حقكم أنكم تحيوا الذكرى 62 ولكن تفتخروا كذلك بها، بما أنها قوية بهذا التجدد هي قوية كذلك بمبادئها اللي احنا دائما كنذكروا بها باش تكون هي الفاتحة ديال العمل ديالنا، ولو أن الموضوع هو التقاعد، ولكن أردت أن أذكر بعد المناسبة بالمبادئ ديالنا اللي هي مبادئ سامية ومهمة جدا. سر استمرار ديال الاتحاد المغربي للشغل وقوته هو المبادئ ديالو الثلاث الرئيسية اللي احنا متشبعين بها. الاستقلالية، أي الاستقلالية عن الحكومة وعن الأحزاب السياسية وعن أرباب العمل. هذا المبدأ مهم جدا. هذا لا يعني أن الاتحاد المغربي للشغل لا يمارس السياسة، بل بالعكس السياسة الاجتماعية والاقتصادية التي ينادي بها الاتحاد المغربي للشغل واضحة في المجال الذي نمارسه، في التشريع أو في العمل الاجتماعي أو الاقتصادي. لنا مطالب هي منذ البداية كانت ذات طبيعة سياسية. حينما صرح الأول ديال 20 مارس 1955، بالإضافة لمطلب الاستقلال اللي هو مطلب سياسي، نادى الاتحاد المغربي للشغل بالتوزيع العادل لثروات المغرب. هذا مطلب اجتماعي ولكن ذا بعد سياسي، لأن التوزيع العادل يقتضي عدد من الإجراءات الضريبية وغيرها من الإجراءات الاقتصادية حتى يكون توزيع عادل لثروات المغرب وأن تنال الطبقة العاملة حقها في هذا المنتوج اللي هي اللي كتساهم فيه أساسا. إذن هذا المبدأ ديال الاستقلالية. المبدأ الثاني اللي ما يمكنش ليه ما يكونش كذلك تكون الاستقلالية عرجاء إلى ما كانش، هو الديمقراطية الداخلية، الديمقراطية العمالية، بمعنى أنه حق الانتماء للاتحاد المغربي للشغل مكفول لكل الأجراء المأجورين المستخدمين الموظفين العاملين بدون تمييز لا على الهوية السياسية أو الإيديولوجية أو الجنسية أو غيرها. وهذا مهم جدا، بمعنى أن عمر الأبواب ديالنا ما كانت يعني مقفولة أو مسدودة على أي كان شرطة الالتزام بهذه المبادئ وممارسة الديمقراطية العمالية في اتخاذ القرارات وفي الهياكل. لنا مؤتمرات ولنا مجالس ولنا تجمعات ولنا هياكل إلى آخره وتشتغل والدورية ديالنا. المبدأ الثالث اللي كذلك هو رأس مالنا الرمزي وهو الوحدة النقابية. لماذا؟ لأن الوحدة النقابية هي المهمة في العملية النقابية. النقابة المستقلة الاتحاد المغربي للشغل الذي يمثلها لا يمكن أن تمارس العمل النقابي بعيدا عن هذا المبدأ، لأنه هو الرأس مال الوحيد. ليست هناك سلطة سياسية للعمل النقابي وليست هناك سلطة اقتصادية لأن تفرض أمورها، تفرض مطالبها وأمورها بوحدتها ووحدة نضالها.
لهذا هذا المبدأ الثالث. لاحظوا أن المبادئ الثلاث تتكامل فيما بينها، يعني ما يمكنش يتغلب واحد على الآخر، الاستقلالية، الديمقراطية والوحدة النقابية. إذن هكذا نجيب عن كل من يقسم ويوزع صفوف الطبقة العاملة. مثلا عن الاختلاف الفكري هو مضمون داخل الاتحاد المغربي للشغل، أو حتى الاختلاف السياسي. ولهذا تجدون أن الاتحاد المغربي للشغل في صفوفه مناضلين يمثلون كل الأطياف السياسية في المغرب بدون استثناء، ما عندناش تمييز بيناتهم، لأن ما يجمعنا هو العمل، هو الاستغلال الذي تعرض له العمال، وهذا الاستغلال يجب أن يواجه بنضال نقابي مسؤول ومنظم. تحية لكاع المناضلين اللي متواجدين معنا الآن في هذا اليوم الدراسي والندوة اللي نظمناها بمبادرة من طرف المكتب الإقليمي ديال مدينة القنيطرة، ولكن في نفس الوقت هي كتجي كتفعيل لقرارات المجلس الوطني الأخير ديال 20 مارس اللي اتفقنا فيه بداخل المجلس على خوض واحد الحملة كبيرة وتكوينية وتأطيرية وتنظيمية على مستوى امتداد الوطن المغربي كامل. هاد الندوة اختاروا لها الإخوان واقترحوا عليها باش تكون حول التقاعد في ثلاثة محاور. المحور الأول هو التعريف بالأنظمة المتواجدة للتقاعد، ثانيا هو مسار الإصلاحات المقياسية تاريخيا وكيف مشت هذه العملية حتى وصلنا إلى الإجهاز الأخير اللي قامت به الحكومة، لمشي هو لا علاقة له بالإصلاح اللي اقترحناه واللي ناقشنا فيه، بل هو إجهاز على عدد من المكتسبات فقط ولن يحل المشكل. والنقطة الثالثة هو وقفنا على تقرير لجنة تقصي الحقائق اللي خضت من طرف مجلس المستشارين في هذا المجال، ووقفت حقائق اللي كنا قد قلناها سابقا. فيما يخص النقطة الأولى وضحنا بما فيه الكفاية بأن هذه الأنظمة كلها هي مختلفة غير منسجمة متعددة ولا تفي بالشروط الأساسية للحماية الاجتماعية اللي هي كتبنا على نوعين من التضامن، التضامن بين الأجيال والتضامن بين القطاعات والمهن، وهذا ما هو مفتقد في هاد الأنظمة المتعددة. النقطة الثانية هي أن بتعدد الأنظمة هي لا تفي الغرض، لأنها لا تشمل إلا ثلث الساكنة النشطة. من 11 مليون في الساكنة النشطة كان هناك فقط 3.5 مليون اللي كتشملهم هاد الأنظمة كلها، بمعنى أن ثلثين من الساكنة النشطة لا تتمتع بأي نظام من هذه الأنظمة. إذن بقى أمامنا هو الحل اللي اقترحناه واتفقت عليه اللجنة التقنية واللجنة الوطنية وكذلك المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجلس الأعلى للحسابات، هو الإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد، وعندنا فيه تصور متكامل وواضح. فيما يخص لجنة تقصي الحقائق، تقرير ديالها أعاد الاعتبار لجزء كبير مما سبق وان قلناه، خصوصا فيما يخص الحكامة في التسيير، وخصوصا كذلك فيما يخص التمويل، بحيث أن الدولة لم تفي بعهدها وبواجباتها المستحقة من تمويل الصندوق خلال 40 سنة، وهي ما كتخلص، ومن اللي خلصت ما خلصتش بالقدر الكافي، لا من ناحية العدد ديال رأس مال المستحق ولا من ناحية التحيين دياله، بمعنى أنه بالفوائد المترتبة على هذا التأخير. النقطة الثانية وهي استعمال ديال المحفظة المالية ديال الصندوق المغربي للتقاعد، بحيث أنها غير مستعملة أحسن استعمال كيف ما معروف التوظيف ديال الأموال اللي هي كتعطي فوائد مهمة جدا وعن طريق الاستثمار. للأسف أن هذا الاستثمار غير مستعمل ويفتقد للشروط الأدنى للحكامة. وشكرا. نحن